بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم المرصاد. والآن نواصل الكلام على موضوع التعارض الذي يدعيه البعض بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. من الأحاديث التي ادعي فيها التعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هنا معنى الحديث، أولا اختلف فيه العلماء. الحديث يقول من سره، يعني من أحب أن يبسط له في رزقه، اللي هو يوسع عليه في رزقه، وينسأ يعني يؤخر له في أثر، يعني في عمره، يعني يؤخر له في عمره، يعني يزيد الله له في عمره، يعني عمره يبقى أكتر، يعمل إيه؟ فليصل رحمه. مسك الحديث ده هؤلاء، طبعا بعضهم يعني ممن يريد أن يحل الإشكال فقط، وبعضهم ممن يلتقط هذا فيعني يأخذه حجة لمذهبه إنه في تعارض والحديث دي ما غير صحيحة وكذا وكذا. عموما نقول لهؤلاء وهؤلاء، الحديث ده هو حديث صحيح لا شك فيه. فيه قولان. قول الأول يقولون إن معنى تأخير العمر والزيادة في العمر هنا في الحديث بسبب صلة الرحم ليس معناه الزيادة الحقيقية، يعني إنما معناه البركة، ويقول لك ما لا تظن إن هي الزيادة حقيقية، مثلا يكون عمره مثلا 70 فيصل الرحم فيبقى عمره 80 أو 100 مثلا، أو عمره 60 يبقى عمره 100. لا، قال لك إن الأمر هنا معناه الزيادة هنا معناه البركة، النسء معناه البركة في العمر، يعني يعيش مثلا 50-60 سنة مثلا ويعمل أعمالا كثيرة لو عملها غيره لعملها في 90 سنة مثلا، فيبارك الله عز وجل له في عمره هذا القصير، وممكن يعيش 30 سنة و20 سنة وأكثر من ذلك وأقل، ويعمل أعمالا كثيرة جدا يبارك له في عمره، فاليوم عنده يبقى إيه؟ في بركة، يوم طويل بالنسبة له، يعمل يقرأ قرآن ويتصدق ويحيث ويشتغل ويعمل وعمل كذا 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 كثير جدا، وهذه بركة، بركة في العمر. زي العلماء القدامى، العلماء مثلا تلاقي مثلا الإمام النووي مثلا عاش 45 سنة وكتبه تقرأ وتدرس ويستفاد منها، وهذا عمر وعمر وعمر، أعمار كثيرة للإمام النووي رحمه الله، وللبخاري ولمسلم ولابن تيمية وابن القيم وللشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والثوري وكل هؤلاء وعلماء اللغة والفقه والأصول والبلاغة والنحو والصرف وغيرهم من هؤلاء الكرام الذين بارك الله لهم في أعمارهم. فيبقى المعنى هنا النسء في الأثر، يعني البركة. وبعض أهل العلم يقولون الزيادة هنا بمعنى الزيادة الحقيقية، فاعترض على هؤلاء، ما ينفعش يكون دي زيادة حقيقية. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لكل أجل كتاب، إذا ويقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل واحد يعني مكتوب عمره أجله مكتوب. فقال الذين قالوا إن الزيادة هي الزيادة الحقيقية: لا، عندنا
أحاديث وليس هناك تعارض بينها وبين كتاب الله. طيب إيه الأحاديث اللي بتدل على الزيادة؟ هذا الحديث الذي معنا يدل، والحديث الصريح في هناك أحاديث صريحة مثل ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله، حديث آدم وداود حديث معروف أن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فنثر ذريته أمامه، معنى الحديث فنثر الله له أمامه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان وبيضا من نور وبيضا من نور. فنظر آدم فقال يا رب من هؤلاء؟ قال آدم هذه ذريتك. قال ومن هذا؟ نظر في إلى أحد الناس في الذرية فأعجبه، قال من هذا؟ قال هذا ولد من أولادك يأتي في آخر الزمان. قال ما اسمه؟ قال داود. قال يا رب كم جعلت له من العمر؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فجاء ملك الموت آدم ليقبض روحه، قال ألم يبق من عمري 40؟ قال أولم تعطيها ولدك داود؟ فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. الحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح. واضح جدا الحديث هنا لما آدم طلب من ربنا أن يزود داود فربنا زوده ونقص من عمر آدم، يبقى كده في موضوع الزيادة ممكن وموضوع النقص ممكن. وفي عندنا آية وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وفي آية كمان يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وفي آية ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وأجل مسمى عنده يعني في يعتبر في أجل وفي أجل كمان. طيب برضو عايزين نفهم إزاي إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ نقول هناك أمران، عمر أو العمر عمران، عمر يعرفه الملائكة وعمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. الذي تعرفه الملائكة يزيد وينقص بقى، يعني مثلا يكتب إن وصل رحمه سيزيد في عمره 40 سنة 50 سنة، إن لم يصل سيكون عمره كذا. وهذا هو معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهذا الذي هو موجود في الزيادة والنقص هذا هو الأجل الذي هو موجود في علم الله الذي لا يستقدم يعني عليه ولا يستأخر، يعني موجود في علم الله الأجل إن هو يعيش 100 سنة، وموجود عند الملائكة إن هو 60 سنة بس وصل رحمه فزاد 40 سنة، وهذا هو الذي زيد هو الذي في علم الله. خلاص يبقى كده إيه؟ كده حلت القضية، ولا يضرب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. فكده الحديث ماشي معنا. وفي حديث آخر بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منساءة في الأجل، منساءة في الأجل. كده ده متماشي مع هذا، يبقى كده في الزيادة هي في زيادة وفي نقصان، يبقى كده ما فيش تعارض. ليس هناك أحاديث أخرى في موضوع صلة الرحم وموضوع البر، يعني وليس شيء يزيد في العمر مثل البر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده الأحاديث اللي فيها الزيادة أو فيها نقص لا إشكال فيها إن كانت الزيادة حقيقية، كانت الزيادة حقيقية. وإن لم يكن بقى الزيادة حقيقية يعني في علم الله سبحانه وتعالى اللي هي البركة في الوقت والبركة في العمر، يبقى كده أيضا لا إشكال فيه. إذا ما فيش أي حديث من الأحاديث الصحيحة التي لا علة فيها ولا شذوذ فيها تتعارض مع كلام الله سبحانه وتعالى. والإمام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا كبيرا اسمه درء تعارض العقل والنقل،
درء تعارض العقل والنقل. العقل لا يتعارض مع المنقول، والمنقول اللي هو الآيات والأحاديث لا يتعارض بعضها مع بعض. وإذا وجدت يعني حديثين في ظاهرهما التعارض مثلا، أو حديثا في ظاهره التعارض مع آية، فلابد أولا أن تتأكد من صحة الحديث. خلينا نقول إن في حديث بعضها مع بعض، لابد أن تتأكد من صحة الحديث أولا، لأنه ممكن يكون في ضعف في رواية، فكده ليس هناك تعارض. يبقى لأنه لا يتعارض حديثان ثابتان، لابد يكون في حاجة فيهم إيه؟ فيها مشكلة. طيب، لا، نحن تأكدنا أنه ليس هناك علة ولا شذوذ ولا شيء، والحديثين صحيحين 100%. طيب، يبقى لابد أن احنا نجمع بينهما بأي من أدوات الجمع، وأدوات الجمع كثيرة جدا. طيب، ما عرفناش نجمع، يبقى نرجح في بين هذا الحديث وهذا الحديث، يبقى نعمل عملية الترجيح. ترجيح، هذا أرجح من هذا، هذا يقدم على هذا، يبقى ده راجح وده مرجوح. طيب، ما فيش، نشوف موضوع النسخ. ممكن يكون في حديث ناسخ وفي حديث منسوخ. يعني ايه ناسخ ومنسوخ؟ ناسخ يعني جاء حديث بعد هذا الحديث فنسخ حكمه، يعني أزال حكمه، رفع حكمه عن المكلفين. زي ايه مثلا؟ زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن زيارة القبور عموما، ثم جاء حديث بعده أمر النبي أو أباح النبي زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كده مفيش تعارض، ده جاء الأول وده مثلا جاء بعده بسنة أو بسنتين، فصار الأول ده منسوخ ما بنعملش به، وصار الثاني هذا الناسخ الذي نعمل به. زي مثلا برضو في حديث النهي عن الوضوء، في الوضوء مما مست النار، كان الأول إن الإنسان يتوضأ مما مست النار، قالت نرسام توضأوا مما مست النار، أي حاجة سخنة كده من النار وكلناها أو شربناها نتوضأ. فجاء بعد ذلك الإباحة، وأن جابرا قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني هذا نموذج، وهذه بعض التوضيحات على أنه ليس هناك تعارض بين ما الصحيح بعضه مع بعض، ولا بين الأحاديث بعضها مع كتاب الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.